ربنا خلق الإنسان في بهاء ومجد. ركز من البداية عشان دي حدوتة مش سهلة. ربنا خلق الإنسان في بهاء ومجد، على صورة الله خلقه، في الحرية وفي الكرامة العالية دي. كلنا كده الإنسان على صورة الله. وقال للإنسان أوصيك وصية في الشجرة دهية، ما تمدش ايدك عليها ولا تاخد منها ثمرة، لأن يوم ما هتاكل منها موتا تموت. والإنسان خالف الوصية وأكل من الشجرة، والمفروض إنه إيه؟ موتا يموت. فدخل الموت للطبيعة البشرية. حد شاف الموت لما دخل؟ احنا شفنا انه هو تعرى، وربنا كساه هو ومراته، هو وحواء، لكن ما شفناش الموت وهو داخل. فدخول الموت للطبيعة البشرية لم نراه بأعيننا، بس الآباء الحلوين حد زي أبونا لوجا سادروس المحبوب لديكم قال حدوتة كده في مغزى بعيد عالي قوي، عايز تركيز قوي مننا. أنا هقول لكم اللي فهمته منه، فأنت بقى حاول تركز قوي، لأنه ده كلام حصل في السماويات يا ريس، مش عن الطبيعة بتاعتنا دلوقتي اللي بيحصل معانا. لا، ده أنا بكلمك على إيه، شريحة تانية خالص. بيقول إنه الإنسان لما سقط في الخطية كتب على نفسه سق خطايا، والسق ده اسمه كتاب يد خطايانا، زي ورقة كده ليها وشين، من ناحية كتب التعدي على الله، ومن ناحية التانية كتب انه طاوع لروح الظلم. عايز افهم انه من ناحية كتب انه غلط، والناحية التانية كتب انه قابل للغلط. يعني الموضوع مش موضوع انه هو تعدى على الله وغلط وخلاص، لا، ده هو كمان قابل للخطأ. والسق ده كتبه بإيده، فأصبح مدان، وبقي البني آدم مديون أمام عدل الله. طيب يعمل إيه؟ يعيش. شايفينه من بره بياكل ويشرب ويتجوز ويستثمر ويشتغل ويروح ويجي ويلعب ويتنطط، ده من بره. لكن من جوه الطبيعة باظت، خربت الطبيعة، ما بقتش صورة الله، ما بقتش بالقداسة والبر زي ما كان الأول. كان متعادلا أدبيا آدم ده، كان ولا هو بار ولا هو شرير، باظت فبقي كده إيه؟ شرير، ومحكوم كمان عليه بالموت، مش ليه ده، للطبيعة كلها، للبشرية كلها، موتا تموت دي لكل البشرية. فكان كل ما يجي واحد يتنصح حبتين من العهد القديم، وربنا كان بيكلم الآباء بالأنبياء قديما برسل متنوعة، ويجي واحد يكون عاوز يبقى كويس، يعمل خير ويحب الناس ويبقى طبيعته كويسة، يجي يوم ما يموت يجي الشيطان قوات الظلمة دي تاخد النفس دي وتنزل على الجحيم. ليه؟ ده حد كويس. يقولك لا، بص، هو مولود بالصق في ايده ومكتوب عليه من الناحيتين، وعلى مدار حياته يزود المكتوب كمان، فده تبعنا، قوات الظلم تاخده وتنزل بيه على الجحيم. لدرجة انه في مرة حكينا حدوتة على موسى النبي رئيس الانبياء، لما ربنا قال له اطلع الجبل وموت، فطلع الجبل ومات. فجت الشياطين عايزين ايه؟ عايزين ياخدوا جسد موسى ينزلوه من على الجبل علشان الناس تعبد موسى ويسيبوا الله.
فجي رئيس الملائكة ميخائيل، وقامت العركة الجامدة ما بين الشياطين ورئيس الملائكة، وقال لك ما كانش قادر على الشياطين دول خالص، فين يعني بالعافية، قال له ليه انتهرك الرب، ربنا اللي جه وساعد الملاك انه يقدر علشان يخفي جسد موسى والناس ما تعبدش موسى. وهكذا كل الآباء والأنبياء الأطهار بتوع العهد القديم، كل ما يجي حد منهم يموت، سليمان ولا داود ولا أرميا ولا أشعيا ولا أي كان مين أحلى من التاني، كل ما يجي يموت المفروض بقى خلاص يعني يبقى مع ربنا، لا، يجي قوات الظلم دي تيجي ماسكة النفس دي وتيجي نازلة بيها على الجحيم. وده حال البشرية وحال الطبيعة لحد ما ولد يسوع. تولد يسوع صار إنسانا في وسط البشر زينا مثلنا، خيم بناتنا وبقي مننا وعاش على الأرض، وإنه معصوم عن الخطأ وقدوس وبار، فما غلطش، ما عملش حاجة غلط ولا خطية غلط ولا حاجة ولا كلمة بايخة ولا قول ولا عمل ولا فعل ولا أي حاجة وحشة. فعاش يسوع، اشتكوا عليه أخذوه صلبوه، وعلى الصليب مات. بس قبل ما يموت يقول بولس الرسول في رسالة كولوسي حتة حلوة قوي، سأل على الصق فقالوا له مالك ومال الصق المكتوب، ده الصق المكتوب على آدم، قال لهم طب ما أنا آدم الجديد، فدي خطايا آدم والبشرية، قال لهم أنا شيل خطايا آدم لأني أنا آدم الجديد، أموت عوضا عنه، ما فيش أجرة الخطية موت، فأنت ما ينفعش تموت. قال لك ليه؟ أصل الموت ده على اللي يخطي. قال طب ما أنا أشيل الخطية بتاعت آدم وكل جنس البشر ويموت. فجت قوات الظلم تاخد نفس يسوع عشان تنزل الجحيم زي ما عملوا مع كل الآباء والأنبياء، تاخد النفس تنزل. لقوا ايه؟ لقوا الكلمة ذاتي، ملك الملوك ورب الأرباب، القدوس والبار، حصلت زوبعة كده وزعبير جامدة، وايه ده، بدل ما ياخدوا النفس دي وياخدوا المسيح ده ينزلوا بيه الجحيم يحبسوه مع المحبوسين، هو نزل فك القيود وفتح أبواب الجحيم وخلص الذين ماتوا على رجاء القيامة. عملت كده ازاي يا رب؟ يقول لما اخدتك فيا مت عوضا عنك وقومتك بيا، وقومتك فيا اقامنا معه. ايه ده اقامنا؟ طب ما دي لسه ما حصلت لناش، احنا لسه ما متناش، ده الجسد اللي من بره، لكن احنا متنا. ايه ده، هو احنا متنا وانا بدي وعظة في الترب؟ قال لك لا يا اخي، احنا في الكنيسة، بس احنا متنا امتى؟ لما جينا نفس الكنيسة وخدونا وعمدونا، اغتسلتم، تبررتم، تقدستم، لبستم المسيح، دفننا معه، اتدفننا ونزلنا، عشان كده بتغطيس عشان نبقى ايه، اتدفننا خالص معه في المعمودية دي، هو يقومنا، قومنا، أقامنا، ده بإيه؟ بالقيامة. قصاد الحدوتة اللي بحكيها لك دي واجبات ربنا عملها، دور على ربنا وعمله وكسر القيود وفتح الجحيم وخلص الذين وأقامنا إحنا معه. مش كل الحدوتة دي أعمال الله وقدرة الله على هذا الوضع؟ يا ترى لينا واجبات وعلينا واجبات نعملها إحنا، ولا نقف نتفرج على الحدوتة وكأننا بنتفرج على مسلسل؟ ينفع نتفرج على اللي عمله المسيح لأجلنا وما يبقاش علينا واجبات؟ المفروض يعني وصاد كل الذي قدم لنا من بذل وتضحية وحب فوق الوصف. يقالك المحبة إيه؟ فائقة المحبة، عشان ما تتوصفش لازم يبقى علينا واجبات. ياخد اللي يقول لك صباح الخير،
هنا بترد عليه تقول له صباح النور، ولو انكم ما بتقولوهاش كتير بس مش مشكله. اللي بيقول لك سلام بترفع له ايدك، يعني اخذ وعطى. طب هو اقام من معه، ايه هي واجباتنا نحو القيامه؟ هناخدها في ثلاث منشطات، نحفظهم وتامل فيهم براحتك. القيامه توبه ورجوع عن الخطيه. القيامة يقظة وحياة وحرية. القيامة خدمة وشهادة مسيحية. نحفظهم؟ القيامة هي توبة ورجوع عن الخطية. الواد قال لأبوه إيه؟ قال له يا بديع، هو كل مرة تروح، لما نجي نروح تروح معانا، ولما نرجع ترجع معانا، ليه بس كده؟ ما فيش في مرة نروح ونسيبك هناك ونرجع من غيرك؟ قال له يا ده تروح فين وترجع من فين يا ده؟ ما أنا معاكوا على طول يا ابني أهو. قال له لا، مش كفاية ولا إيه؟ إيه هو ده؟ أنت عزرائيل نسيك؟ كل شوية نروح ناخدك معانا ونيجي نرجع ترجع معانا. أنا نفسي في مرة يابا أوديك وأسيبك هناك، بتروح على رجليك وترجع على رجليك، ما فيش في مره تروح على ظهرك. قال له هادي قليل الاصل، انت بتتكلم على ايه؟ قال له بتكلم على التراب، مش ناوي تموت ولا ايه؟ مش كفايه؟ قال له ليه وعايزني اموت ليه؟ قال له ما انت على قلبك قد كده ومعاك فلوس كتير، اديني اللي معاك ده، انا عايز افرح واتهلل واعيش وانت كاتم على قلبي، اديني الفلوس. قال له تعالى ده انا اقسم العيشه بينك وبين اخوك. يا قليل الاصل، تعالى ده اقسم العيشه بينك وبين اخوك، ودي لك حقك في المراس واعمل اللي انت عاوزه. فدي الواد اخذ نصيبه وراح كوره بعيده. انا بحكيها لكم بما يوازي اليومين دول، مش ده اللي يوازي اليومين دول وبيحصل وبيتحكي لنا ونقعد نبكي احنا على الحكاوي البايخه دي لما بتحصل. أخذ الفلوس، والكتاب يقول آيتين يثبتوا أنه ضيع الفلوس في الحرام، إيه هما؟ بدد ماله بعيش مسرف، دي آية. إيه الآية الثانية؟ في مثل الابن الضال لوقا 15 يا مسيحيين، أكتر مثل بيتقال في الكنيسة. أشكرك لما سأل أخوه قال إيه؟ قال بددها مع الزواني، صح كده؟ مع الزناه. يبقى أخذ الفلوس وضيعها. ولما ضاع المراس، وأنا وإنتي وارثين من المسيح كتير قوي، وارثين بنوة، وبارثين وورثين مسكن للروح القدس، وورثين ناكل من جسده ونشرب من دمه، ده الورث ياما قوي وورث عليوي. أنا اللي بنضيعه بحالي ونمشي نروح في كورة بعيدة، يحصل إيه؟ يضيع مني المراس. الراجل ده قال إيه؟ قال أقوم. إحنا في أيام القيامة، خد بالك من الكلام، قال أقوم. قل لنفسك الكلمة دي وأنا أقولها لحالي. أنا النهاردة أهو في أيام القيامة، على مدار الخمسين يوم دول، خريستوس أنستي ولا سوس أنستي، يعني إيه؟ القيامة، في أيام القيامة وأفراح القيامة وتهليل القيامة، أقول لنفسي إيه؟ في القيامة أقول أقوم الآن، أقوم أدخل الكنيسة، مش كما لقوم عادة، مش بعوايد. رايحة فين يا ست الكل؟ تقول رايحة الكنيسة. جاية من فين يا ست؟ جاية من الكنيسة. طب أختك مقطعاها ورفع عليها قضية، رايحين وجايين على الكنيسة عشان لغاية الوقت احنا لسه مسيحيين، مش عارفين نطلع نبقى قديسين خالص. الروتين العدو الشديد للروحانية. تعالى كده بص في الكنيسة، لما يطلع وتسابونا يناول الرجالة وأبونا يناول سيدات، وتبص تلاقي الدكك فاضية، كل الناس مش في الطابور. أقول ده هي دي كنيسة القديسين بس ولا إيه؟ كل الناس دي مستحقة؟ مسيساجة خلاص نقطت زيت من كعانها، كله حلوين، والكنائس كبيرة وطويلة والطابور مليان، معقولة الكلام ده؟ ايوه، كما لقوم عادة ماشيين في الطابور.
أقوم وراجع حالي، أقوم وارجع لأبويا وأقول له حقك علي معلش، أقوم وأروح أعترف وقت راسي أستجدي العظمة كبرياء. عارف الست هانم تهتم بشعرها ليه؟ تاجها، ده تاجها وشكلها يبقى حلو عشان كده مهتمية، والبيه العظمة الفكر والكبرياء والشهادات العليا. راجل علاوي يقولك لا وطبس وط راسك خلص، انزل بدماغك تحت ليه؟ علامة خضوع لكل اللي يقول لي عليه أبونا، انزل بدماغي تحت واعترف واقول له يا رب سامحني، اغفر لي يا رب خطاياي، اعترف لربنا في ودن أبونا واسمع الغفران من ربنا من لسان أبونا بس وانا موطي راسي. ساعتها بقى يذبح لي العجل المسمن والبس الخاتم واخش في الشركه من جديد وابقى يعني عضو في جسد ربنا وابدا المراس يدب فيا من جديد ويبان عليا. صدقوني الفجر باين عليه والغني باين عليه. عمرك شفت واد فجري لابس سلسله انسيال ذهب وسلسله ذهب بقى وراكب عربيه من اللي بتمشي كهربا دي واوعى بقى ويقول انا فجري؟ انا اقول له انت متخلف مش فجري، ما انت عندك كل الممتلكات دي وتقول انا فجري ازاي؟ لانه الفجر باين عليه هدومه مقطعه مش موضه، فجر ما في مقطعه دلوقتي بيقولوا عليها موضه وهي قله ادب بس بيقولوا عليها موضه، يقولوا اللي يقولوه خليني بعيد عن الحدوته دي لا يزعجولي في النهايه. اصلك ضاعت مننا مخافه وهيبه الكنيسه، ضاعت اللبس اللي نروح بيه الفرح نيجي بيه الكنيسه، اتجننا في مخنا ولا ايه؟ اللبس بتاع الشغل، اصل انا جايه من الشغل يا ابونا، طب ما انت في شغلك لازم تبقي بالديزاين ده عشان عايشه في كندا، بس الكنيسه في بيت ربنا. مالهاش دعوه كندا ولا مصر ولا اي كانت دولتها ايه، حيث يكون الله، حيث عرش الله وانفاس الله ومسكن الله مع القديسين. لبس الشغل غير لبس الكنيسه. احنا هنضحك على بعض، ابونا ما تكلمش في الموضوع ده، احنا ناس من كندا وانت راجل صعيدي ما بتفهمش. انا نفهم ربنا ونفهم كلام ربنا، ولو دورت يا ست الكل على الايات اكتبي كده على النت ايات عن الحشمه من الكتاب المقدس، اجري بقى اجري وابكي، اجري وابكي على الحال اللي وقعنا فيه دلوقتي. في القيامه عشان الوجع ما ينزش والجرح ما يدبش، في القيامه اقول ايه؟ اقوم وارجع لابويا. يبقى القيامه توبه ورجوع عن الخطيه. القيامه النقطه الثانيه قلنا ايه؟ ايه لسه جاي لها، لما نسينا في نفس الوقت امال بعد ما نطلع بره هنعمل ايه؟ لا 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 ده عايزين دكتور نتعالج، امام الله عايزين دكتور يعالجنا، مش بتكلم على الذاكره، لا 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 بتكلم على حتة الانتباه، بس انت مش منتبه، انت سرحان. طيب لما 700 واحد قلت الثلاث نقط واجي اقول النقطه الثانيه ايه والاقي ولا واحد جايل ولا واحد عارف، تبقى دي مش انذار خطر يخوف؟ ده انا مش بطني توجعني، ده انا قلبي يوجعني. اقولهم تاني، واحد القيامه هي توبه ورجوع عن الخطيه، ماسكه فيا خطيه أبطلها في القيامة. اتنين القيامة هي حياة ويقظة وحرية، والقيامة هي خدمة وشهادة مسيحية. ده أنا حتى جايبها لك بطريقة سجع كده يعني عشان تحفظها. طيب حد يقول التلاتة؟ القيامة هي، أشكرك، القيامة هي هي لنا بها عالية قوي، اسم الصليب عليكم. ايه هو الجمال والحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ الصدق ده يخليني اخر يوم الحد، يوم الحد بالليل انا نعمل مراجعة على ال 12 وعظة اللي اتقالوا، ومدي ايدي ونشحط من طوب الارض دولارات خمسات عشان نوزع للي يجاوب.
يبقى راجع نفسك بقى يا ريس، روح بقى راجع، هتتكافئ مكافآت عالية لو انت ايه ركزت في القديم، عشان اسألك اسئلة. هو ده يوم الحد هنعمل الموضوع ده، يبقى هيبقى جالنا وعظة بس بتاعت يوم السبت بتاعت بكرة وخلاص خلصنا، ويوم الحد مراجعة نهائية عشان ندخل الأبدية. احنا متجايين نعيش العيشة دي، احنا لينا مكان في الأبدية، نراجع نتملي نعيش، لكن هنعيش ازاي واحنا مش عارفين؟ يقول ايه؟ وهو مات لأجل الجميع لكي يحيى. مين بقى؟ لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. هي دي الحياة. حياتك في ايه يا بيه؟ يقول لي انا حياتي في المسيح يا ابونا. ممكن واحد يقول لي انا حياتي في مراتي، اقول له ربنا يهدي مراتك وتدخلك السماء، ما تبقاش مراتك بعيدة عن الأبدية، لا تدخلك السماء. كويس انك انت، بس احلى حياة هي الحياة في المسيح. القيامة تديني حياة، ما قبل القيامة كنت ميت، وأجرة الخطية ايه؟ موت. موت. ايوه. تأتي ساعة وهي الآن حينما يسمع الذين في القبور صوت ابن الله وسامعون يحيون، مش يقومون، يحيون. يعني تأتي ساعة وهي الآن يسمع الذين في القبور؟ هو في حد في القبر بيسمع؟ طب بيسمع عربي ولا انجليزي؟ الناس اللي في القبر اللي ماتت، الميتين في القبر. تأتي ساعة وهي الآن حينما يسمع الذين في القبور. يعني يسمع الذين في القبور؟ أشكرك. مين يجاوب؟ إيه دي؟ يسمع الذين في القبور دي يعني إيه؟ أنت معانا؟ معاك صح؟ معايا. طب عايز تقول حاجة ولا هم هو واخدين تدريب الصمت؟ أنت ما تاخدوش، الله يخليك. لا خليك أنت معايا. هم كلهم متفقين عليا، مش عايزين يجاوبوا ولا يشاركوا منهم لربنا. خليك معايا. تأتي ساعة وهي الآن. يعني الساعة كام؟ دلوقتي ناو. ناو. ماشي ناو. ايه بقى اللي يحصل؟ يسمع الذين في تيجي نروح المدافن نشوف الوضع ده وشكله ايه؟ ايوه جوه. مش في المدافن يا قدس ابونا. كل اللي هم انتقلوا هيسمعوا كلام لما يجي يسوع في القيامة، هيسمعوا صوته. يعني بشكرك على المشاركة، كتر خيرك على المشاركة. بس الإجابة غلط أصلا، بس أنا أشكرك على المشاركة. اللي هم الميتين موت روحي. شكرا جودي. وأنا لما بكون بعيدة عن ربنا بكون ميتة وفي القبر، ولما ربنا يرضى أنه يديني الإحساس أن أنا بعيدة وأروح وأقدم توبة واعتراف، أنا بقوم القبر وبسمع صوته وبقوم قيامة. قريب أنت؟ اديني أي حاجة، صدقني محتاج أي حاجة. تدينيش أي حاجة؟ يعني أنا لو عشمت فيك في أي حاجة تدهاني ما ترضاش تديني؟ اديني هات الساعة دي. معلش اديني دي ساعتك؟ دي الساعة؟ خد يا ستي هانم دي مكافأة عشان إجابتك حلوة. لازم تحرجني وأقول لك ما معيش. ما تطلع أي حاجة وهديها لها. ما أنت معاك كل الخير أهو. السؤال كلام حلو قوي بس بطريقة رقيقة، أنا مش عارف أرق كده بالرقة دي، لكن هقوله لك تاني زي ما أخويا قال برضه. يا حبايبي أجرة الخطية موت،
وكل من يفعل خطية فهو ميت. فالكلام على مين؟ عليا. تأتي ساعة وهي الآن، إيه؟ يسمع الذين في القبور اللي هم مين؟ إحنا. نسمع إزاي صوت ربنا؟ من خلال كلامه، ما ده كتاب ربنا. أول ما يطلع قدس أبونا ولا الشماس يقرأ كلام الله، يبقى اللي في القبور اللي هو إحنا نسمع لصوت الله، يبقى سمعون إيه بقى؟ يحيون. ففي القيامة لا تغادر جلسة الكتاب المقدس، تسمع لصوت ربنا كل يوم. ليه؟ كل يوم محتاج لحياة، لأنه في القيامة حياة ويقظة وحرية. أين نجد الحياة؟ خارج الكتاب المقدس مفيش. أنا حياتي في أنفاس الله. الواحد في العالم بيتنفس الهوى، إحنا بنتنفس كلام ربنا. هو ده أنفاس الله، هو ده كلمة الله اللي تدينا حياة وتدينا قيامة في أيام القيامة. ولما أجي أجلب في كلام الله ألاقيه لما يديني حياة يديني حاجة اسمها إيه؟ يقظة. أفسس 5، استيقظ أيها النائم وقم. استيقظ وإيه؟ وقم. الأول في الابن الضال قال لك أقوم، الكتاب المقدس هنا قال لك قم. استيقظ أيها النائم وقم من الأموات، يعني قم من الخطايا. استيقظ يعني سهران، سهران على النت بتلعب، سهران على الشاشة بتتفرج، سهرانة مع جارتك بتجيبي سيرة الناس. اوعى تقولي ده سهر، ده سهران على عينيا بتشوف ايه، سهران على ايديا بتعمل ايه، سهران على حالي. هو ده اليقظة، هو ده السهر الروحي المقدس. مش سهران نتساهر في التلفون، ده مش سهر. مين قال ان الليل سهر والنهار تعب لا، ده طول ما انا عايش في مخافة ربنا انا سهران على نفسي ومراقب وقتي. مفتدين الوقت لانه الايام شريرة، مراقب كل اليوم وكل وقت وكل دقيقة تعد عليا عشان ابقى سهران. القيامة تديني حياة في المسيح وتديني يقظة طول الوقت، مش كما لقوم من عادة، وتديني حرية. ليه حرية؟ البني آدم زمان لما كان بيموت في العهد القديم كان يجيبوا يكفنوه بالشاش، كتان، شاش عريض من صنف اسمه كتان، يلفوه كده وكده. ايه ده؟ ليه كده بس؟ هو احنا سلوفان ستريتش؟ كانوا بيعملوه كده ويلفوه كده. ليه؟ أصلا كانوا بيحطوه على خشبة ليها 4 خشبات، ليها خشبة أبلكاش كده كونتر ولا حاجة كده، ليها طالع منها 4 خشبات تتحط على كتاف 4 رجالة. انتوا عندكم دلوقتي بتجيبوها بعجل ناقصة تعملوها بالريموت تمشي لوحديها، بجثة تتحرك كده في وسط الناس، يعني دلوقتي عندكم كده. لكن هو لا، كان يحطوه على الترول ده فيخافوا لا ايده تقع ولا رجله تقع يجيب العار على أهله، فكانوا يكتفوه رباطات الأكفان. إحنا في حاجة عندنا اسمها رباطات الخطية. مدمن يا أبونا، علاقة بايخة خارج مخافة المسيح، ده مربوط. يقول لي أنا نفسي نقطع علاقتي بيها بس ما قدرش. هي أول ما تقول لي يا بيبي أنا رقل، وحشتني يا حبي أنا أضعف، أنا عايز نقطع علاقتي بيها يا أبونا. أنت تفكر إيه؟ أنا عايز ما نكلمهاش، ما طايقش العيشة معاها. بس يا أبونا تقول عاملة لي عمل، مربطاني ربطات الخطية، زي اللي مدمن السيجارة اللي هي، ما ده برضك يعني غلبان ومربوط ربطة، إنما اللي هي مربوط ربطة صعبة قوي، في علاقة، في سجارة، في لسان زي الفردلة يلدع. يجي أول ما نجيب سيرة الناس، إيه أنا أقول لك إيه ولا إيه ولا إيه، ولا بلاش نجيب سيرة حد بعد ما تكون وحشت سمعتها وبهدلتها. يا ساتر، خلوا كلامكم كلام مقدس، كلام الله مربوط بمجيبة سيرة الناس.
امتى بقى تقدر تقول انا اتحررت واخدت حريه؟ لو عشت القيامه. في القيامه حياه ويقظه. واول نقطه كانت القيامه ايه؟ توبه ورجوع عن الخطيه. على فكره التوبه انك تبطل الغلط. طب والرجوع عن الخطيه؟ انك لو واخد حاجه مش بتاعتك ترجعها يا عم. انك لو جبت سيره فلان في كلمه بايخه خلي بالك لو وصل له الكلام من بره هيتضايق قوي. بس لو انا جيت قلت لك بص يا بابا حقك عليا، مش كل الناس غلطه وانا اكتر الغلطين، حقك عليا وسامحني، ولو عاوز تديني بالكف اديني براحتك. انا كنت في زله لسان في غلطه، قلت كمان ابو نضاره ده اللي هيجي يتحكم فيا ويقول لي امشي ازاي وتمشي ازاي، حقك عليا انا غلطت في اللي لابسين نظارات وكنت مطولهم. تزعلش مني، انا اسف انا اسف. هتقول لي ايه؟ مسامح، صح؟ تقول لي مسامح. لكن لو جه اي حد قال لك ايه ده ابونا ده يا ابوي، ده اتكلم عليك بعد ما مشيت يا انكل، وده جاب سيرتك يا انكل، دمرت ايه تسخن تسخن، الموضوع يصعب قوي عليك قوي. ساعتها حتى لو جيت قلت لك ما تزعلش تقول لي بس كلام بقى، انت بتوعز كلام ما بتعملش بيه، طب اعمل باللي بتقوله. طيب ده كلام برضك؟ دي طريقه؟ روح بقى اتكل على الله تلاقي نفسك التوبه اني ابطل الخطيه، اني ارجع اقول انا اسف للي وقعت في حقه، للي اخدت منه ارجع له حقه. هو ده اللي بيحصل. يبقى توبه ورجوع عن الخطيه، كمان حياه ويقظه وحريه. اخر نقطه، ايوه، خدمه وشهاده مسيحيه. لما السيد المسيح له المجد دخل البيت كانت راكده عيانه مريضه ما تقدر تتحرك، عارفين حال البيت كان شكله ايه؟ هي على الترول او على السرير سليب، بس مش قادره سليب من كتر المرض والوجع. فتعمل ايه؟ يخدموا عليها، يجيبوا لها ووتر سائع متلج ويعملوا لها كمادات عشان تخف، ما هي سخنه، مش عندها حمى يبقى سخنه. يحصل ايه؟ يجي المسيح ينتهر الحمى. الكتاب الحلو الجميل له أربعة يقول لنا قامت في أيام القيامة، إيه؟ قامت في القيامة، خد بالك في القيامة، أقوم وقم وقامت. جيبها لك من كل حتة بس تقوم، جيبها لك من كل الاتجاهات بس تقوم يا عم. في أيام القيامة قوم، لأنها قامت وصارت تخدمهم. ياللي عايش لحالك كلام يجي للواحد يوجع قوي، لو عايش لحاله، لو مش فارق معاه حد ولا فارق معاه ناس، وانا ثم انا ثم انا ثم انا. ايه رايك يا عم؟ انا، والانا تعلى وتزيد والذات والكرامه والمجد للواحد يديه لنفسه. ده المسيح نفسه قال مجدا من الناس لست اقبل، مش عاوز مجد من حد ولا مجد نفسه، الاب هو اللي مجده. ده بقى ايه؟ قامت ودورت على المحتاج والغلبان والفقير. يا ما في ناس في كندا هنا ملهاش حد يسأل عليها، توجع القلب، ملهاش حد. بعد ما العيال اتعلموا العلام العالي وسافروا والبي الله يرحمه مشي قبل منها، قاعدة لوحدها مستنية اللي يقول لها هاي من بعيد، حتى هاي يا طنط طنط هاي. بيلفوا بيا يقول سابونا كل يوم ازور 7-8 بيوت كده، وفي بيت بعيد قوي عماره مليانه بني ادمين، لقيت 3 فوق بعض في 3 بلكونات، وانا من ساعه ما حطيت رجلي في كندا بوزع ابتسامات لطوب الارض. في اللي بدلني الابتسامه وفي اللي ما بدلنيش، وانا نزعلش، انا اللي ببتسم، انا مش مستني يبتسم لي اي إن كان بقى جنسيته، انا عارف جاي منين، انا وانا اساسا مش عارف الانجليزي فمش عارف اتكلم معاه، فابتسم له هو يتكلم، انا عارف قال ايه، يمكن يكون شتم وانا يمكن يكون سلم، انا مالي، انا اديته ابتسامه وسبته. انا اول ما شفتهم هاي عملت لهم كده، لقيت الثلاثه هاي هاي، يعني كانهم بيقولوا لي اطلع نسلم عليك تعالى. ايه الجوع ده؟ ناس كتيرة قوي محتاجة الابتسامة،
وإحنا الشغل ثم الشغل ثم الشغل ثم الشغل. طب وما أنا نخدم إمتى؟ طب إيه رأيك تعلم الخدمة في الشغل؟ اخدم في الشغل، شهادة مسيحية. إحنا نتفكر قاعدين عشان ناكل ونشرب وننام ونجوز العيال هو ده اللي إحنا والعيال علشان يذاكروا وياخدوا شهادة ويعملوا النيابة. أنا ما فهمتش النيابة دي، بس اتقالت لي على من ناس كتير منكم ده بيعمل عمل نيابة وبيعمل نيابة. النيابة هتحكم على الناس ولا أتاري النيابة دي يعني حاجة في الشهادات؟ ربنا يديكوا ويجيبوا أعلى النيابات، خليها أعلى الشهادات، لا تكون النيابات دي غلط، أعلى الشهادات ماشي، بس مش هي دي العيشة. هم اللي احنا عايشين ليه؟ ايه الهدف الأسمى للعيشة بتاعتنا في أيام القيامة؟ مش أنا قلت دي آخر نقطة؟ اسمعها منكم. المسيح. أشكرك، المرة دي الإجابة صحيحة. أشكرك. عايش ليه؟ عشان نروح السماء. الله. المسيح الذي فيكم. اعملوا أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات. عايش ليه يا بيه؟ أنتم ملح الأرض. الله. شفت الكلام؟ وأنتم أدخل للسماء شطر تفضل نور العالم، أنتم نور العالم. قولي عشتيني من امبارح. قولي قولي يا نور العالم. نور العالم أنت مش معنا ولا ما قالوها؟ ماشي، بس بتقوليها بتأكدي عليها صح؟ ماشي. الآية صريحة ومباشرة بتقول أنتم شهودي. إحنا قاعدين في الدنيا دي نشهد لربنا. إيه رأيك؟ إيه؟ تنور، تملح، يروا أعمالكم الصالحة. شغلتك الأساسية إنك تشهد لربنا يسوع المسيح. أخبار الشهادة لربنا شكلها إيه في حياتك؟ راجع نفسك كده، يعني على مدار العشرات السنين، العشرة الأولى قلت عيل، والعشرة التانية قلنا صبي وبيذاكر، العشرة التالتة بيدور على عروسة نفسه يتجوز، العشرة الرابعة نشتري بيت يا ابونا هنسكن في الإيجار ولا إيه؟ طب والعشرة الخامسة يا أبو خمسين؟ العشرة الخامسة من الأربعين للخمسين العيال والكليات والمصاريف وجهز البيت؟ آه. طب والعشرة السادسة يا ابوي تعبنا خلاص نشوف بقى احنا اجتماع السينيور، نروح مع السينيور يا ابونا خلصنا ابو الشهاده. الشهاده عمالين ماجلينها يوم ورا يوم ورا يوم، فالعمر بيتسير مننا من غير ما نعرف نشهد للمسيح بعمايلنا. ده انا نعرف في مسيساجا حته بيت عندها حاجه و30 سنه. ربنا يعلم اني على مدار العشر سنين كهنوت بتوعي ما شفتش خادمه زيها. ربنا فتح بصيرتي وشفت فيها طيبة وحنية وقلب وخدمة فظيعة فظيعة، بتروح لطوب الأرض ومستخبية. أنا مش أقول عليها، خليها مستخبية، مستخبية قوي، مش معروفة لدى الكنيسة ولدى قادة الكنيسة ولا لدى المجتمع، ده مستخبية قوي. بس خادمة إيه في الجون، بتعمل في مسيساجا اللي أنا معرفش أعمله. تخيلوا الكلام ده يخليك تغير. انا مش بخبص لك عليها، انا بشجعك بعمايلها اللي ما قلتلكش هي مين. انا بس كلام اقول الصدق في المسيح وربنا شاهد عليا دي حقيقه. انا نحبها زي بنتي بالظبط، بالعكس هي فعلا بنتي، وانا نعرفها ونعرف الخبايا اللي وراها، عارفها كويس. يعني ده ما يشجعكش يا ب 44؟ بقول لك في الثلاثينات بقيت تمام. القداسة ملهاش عمر، القداسة ملهاش سن معين. ممكن حتة بنت صغيرة من البنات الحلوين دول اللي مش فاهمين عربي دول وقاعدين مش فاهمين حاجة من اللي أبونا بيقوله، تطلع هي البنت القديسة اللي في الكنيسة ورغم ما تعرفش تقرأ عربي ومش عارفة أبونا بيقول إيه، يعني مش فاهمة الوعظة. عارفين كان في واحد حلو دخل الكنيسة وجاء أبونا في القداس يقرأ الإنجيل، يصلي القداس ويقرا الانجيل، فيحصل ايه بعد ما يقرا الانجيل؟
يجي مفسر الإنجيل في الوعظة للناس الغلابة ويقول لهم يا ناس. الإنجيل النهاردة كان بيتكلم يا حبايبي في إنجيل هذا الصباح المبارك عن المحبة. فكان في واد شاب حلو قاعد في القداس يطلع يعيش الأسبوع كله محبة كاملة لكل الناس. فيجي الأسبوع اللي عليه الدور يوم الحد يطلع أبونا يقرأ الإنجيل ويجي يفسر. يا حبايبي الإنجيل النهاردة بيتكلم عن العطاء والبذل. الواد يخدم الليل ونهار، يقعد أسبوع يخدم، الأسبوع اللي قبل حب والأسبوع اللي بعده بذل وعطاء ما فيش بعد كده. وجي في مرة جي الإنجيل بيقول إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك وتعالى اتبعني. فجي الواد مسك في الآية دي كده وقال دي اللي أنا عيش بيها. راح باع 300 فدان وودى أخته في بيت راهبات وراحت رهبا طلع هو ده الأنبا أنطونيوس. شفت اللي يعرف يعيش القيامة ويدخل جوه الكتاب يطلع إيه؟ يطلع قديس. مش يعد أيام وعشرات السنين ورا بعض ورا بعض ويموت من ضمن المسيحيين اللي ماتوا، لا لا، ده ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد. في مين؟ في اللي يعيشوا حياة القداسة اللي بقول لك عليه. شوف الأنبا أنطونيوس من القرن الرابع الخامس، الرابع ولا الخامس؟ الخامس، في أول القرن الخامس، أوائل القرن الخامس، 405 أوائل القرن الخامس. راجع ورايا النقطة دي مش مركز فيها عشان ما أقولش كلمة مش مظبوط، صح؟ يبقى القرن الرابع، لأنه كان نفس الجيل الأنبا أثناسيوس، بداية القرن الرابع، أيوة 400 صح، نهاية الرابع. فاكرينه من إمتى؟ من 1600-700 سنة كمان. ايه ده ليه؟ عشان عاش القيامة، وادي القيامة اليومين دول لينا. يا بخت اللي يعرف يعيش القيامة. ربنا يقومنا. انا اقول له اتعامل معانا على ان احنا مكسحين. ما انا لو نقدر نقوم كنت قمت من بدري وكنت بقيت قديس. انا قادرش نقوم. تعال قول لي اتريد ان تبرأ وانا اقول لك ايوه. فقول لي قوم وانا قوم. ولا دور على 3-4 أصحاب قديسين يحطوني في ملاية ويدلوني من السقف، ساعتها تغفر لي خطاياي وتقومني. آه لو أنال غفران الخطايا وأقوم الحال يتعدل، الواحد يتغير بقى. يبقى عيش عيشة القداسة، العيشة العادية الطبيعية، أخذ إيه؟ طبيعة جديدة. وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. ربنا من حنية قلبه قام لأجلنا يقومنا معاه ويملى حياتكم بالبركة وبالسلام وبمغفرة الخطايا ويقبل توبتنا ونسمع الصوت الممتلئ فرحا إنه أقامنا معه. لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد، أمين. حد عنده سؤال يجي لي في ورقة؟ هو دلوقتي في اجتماع شباب وشابات، الأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت جايبها متجاوبة، الإجابات بتاعتها موجودة، بس نقولها بكرة أفضل علشان خاطر ما نعطلش الاجتماع النهاردة، اجتماع شباب. اللي معاه سؤال بقى يدهوني في الورقة كالعادة. أمين، قولوا أمين على نفسكم. أمين. من كل قلوبنا يا رب نطلب ونتضرع ونتوسل إليك يا رب إنك تقومنا يا رب من العيشة البسيطة اللي عايشينها وترفعنا يا رب لمستوى سامي فوق بالعلاقة وياك. عايزين نحيا ونتحرك ونوجد بك وفيك، تبقى أنت الكل في الكل في حياتنا يا رب. قومنا من الحاجات البايخة البسيطة دي اللي مش عارفين نقوم منها، وتدينا حياة جديدة، تدينا تنعم علينا بالطبيعة الجديدة. إن كنت أنت آدم الجديد وأخذتنا فيك وقمت من الأموات، قومنا يا رب، قومنا من الخطايا والسقطات والضعفات والزلات، ودينا ان احنا نعمل مرضاتك، ننفذ وصاياك، نعيش في مخافتك، تبقى انت الكل في الكل في حياتك. ارجوك يا رب بالبركة، باركنا، حل بروح قدسك القدوس علينا وقدسنا. بارك يا رب رعاة الكنيسة دي يا رب، اباء الكهنة يا رب، اديني اني اسلك كما سلكوا وامشي على نفس خطاه. شفاعة حبيبك القديس أثناسيوس الرسول والأنبا كرس السائح وابونا لؤس دروس وابونا فلتأوس
شفاعة الست العذراء قديسة الطاهرة البتول المطوبة مريم